إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم التسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، عشر كوحك بلاما يا كتاب قال عربية بين يديك جزك صدحات حاشدة أفر بقولي السقال فعين كجري الخلافات الزوجية مران كالنحمر قويس كإسقبة. السبب الثاني، سبب تكوبادوها يا هيد مركو رؤون صفي عن الله حلنين قفك عاد نولوش لو داقيس رقية دمربا. السبب الثاني، سبب طلبات دي خلاف خلالين كرتوحة كمدا عدم مراعاة الآداب إن الله إلا لينين آداب تي أنشحة الشرعية شرعية في كثير وحفر بضن ومن الأمور أهرمها كمدا وأنا دادكو إلا لينين أنشح شرعية هي أسلوبك شرعية. ولذا سيدا دراديد لو نظرنا هذان أجنو في كثير من فربضن ومن الآداب أنشح هي أسلوبك شرعية، لو وجدنا وحين هرينا وين أوجانينا مصلحتها دنت كشرت آداب تازي ظاهرة وامد مغطى وأنا عندك قرصورين. أيما ظهور يعني موقال دميستران او عدو اللي بقى دريمي كرتو ايه كتيرته اذاب تسرع وفر ايه او دقي دقن كقويسك هدي للراعة. يعني قال النبي وحول عليه الصلاة والسلام، لو ان احدكم من ذيك اذن كمده اذا اراد مركو دونو ان يأتي اهله انو حاسيس اتغو او قل موضو، قال هدو الهدو بسم الله مقع اله بان كبلا بيا اللهم إلهيو جنبنا نقفقي أنك وحاسك نسقبه الشيطان الشيطان كإله نقفقي وجنب الشيطان شيطان كفقي ما رزقتنا وحد نوار ساقضه أوبطنا الشيطان كإله كفقي هدو إله هدو قفه مركو قلمضة بلابيو. فإنه أرنك وحوي إن يقدر هدي لقرشيه بينهما لحده إلهي قرشة كدقه بولد إنه المكرد سهل كا لا يضره الشيطان شيطانك المها مدبيه ووحو هايستا حجاب يبر حجاب وهايستا شيطانك مركا عدب مايو. يعني وآذاب تشرعي إلى الدونية لغو دغمو. ومن السنة سنة النبي وحا كاملة أن يمسح إنو مصحه وقعان تمريه الزوج ننكو على رأس امرأته كبدي سمدي حيدا inu sida gacanta ugu masaxo weesaal Allah Ilaahay inuu weydiisto waa marka hore ee uu guursado habeenka ugu horeeya inuu khayr aha khayrkeeda Ilaahay weydiisto wu khayra ma jucilat alayhi jubilat alayhi wuxuu khayra iyo waraaga ee lagu abuureyna in Ilaahay uu weydiisto Ilaahay u yiraahdo khayrkeeda Ilaahay uu isii gabadhan wuxuu khayra lagu abuureyna Ilaahay uu isii inuu sida ilaahdo ayaa aadaabta sharciiga kamida. ومن الآداب الشرعية وحكم الآداب تي أنشح شرع قلقي ذكر الله إن قفك إلهي حصو عند دخول البيت مركو قلق سوق ليو. فقد ورد وحكو صاروري في الحديث حديث وحكو صاروري أن الإنسان قفك بن آدم كاي إذا دخل بيته مركو قلق سوق له فقال وإلهه بسم الله مقع إلهي بانكو قليا. قال الشيطان كوحكو إلهه لأعوانه تاجرياشي سكلا شيادين تا لا مبيت لكم ملاذه هو يتان مجرو نين كان بسنك إذا كقبصدي أم بسنك إلى هبوجري وكجري ملاذه هو يتان مجرو أتقشام بورنايا. وإذا أكل مركو وحونه وفقالوا إلى هذا بسم الله مجع إلى هبان كعنيا قالوا وحوا إلى هذا شيطانكو لا مبيت لكم ملاذه هو يتان مجرتو ولا عشاء الله عنطان ننك أنما شرته أو بس إنك أكو ديرين لبضا ميلود با. فإذا دخل مركو قريقا قلو ولم يقول بسم الله مقع إلهي أنا بسم الله مقع إلهي أعلن
بسم الله بان ku galay ama waxa uu iska galay qaala sheeydaan oo sheeydaan ku wuxuu ku yiraahdaa li aawani taageerayaashiisa ayuu ku yiraahdaa adragtum hoota waxaad heesheen almabiita meel aad u hoyataan oo caawo gurigan waad u hoyeen kartaan ninkii lahaa ama qofkii lahaa bilaabistin buu ku soo galay idin kama saari karo idin nimana arko marka uu hoyadaasan faydaa kala markuu wax cuno walam yaqul bismillaah aanu oran qaala sheeydaan oo baa ilaahdaa adragtum waad heesheen almabiita meel aad u hoyataan iyo wal cashaa cunta aad ku cashaysaan buu heesheen oo tan dhinac cunbaad ka bilaabaysaan bisinku muu qabanay kana waa iska gelisaan oo guriga waa iska degelanaysaan asbaabu thaalithu sababta saddexaad waxa weeye atadakhulu in la soo dhex galo ee la isku khilaafay ee dadku isku qabsadaan xaasasku tani dhikriga leh yacni hadii laga tagay khilaafka sheeydaanka baaba da curinaya kula seexday ee kula jooga kula cunteeyo ku dhex jooga hadii laga gaashaaman waayo asbaabu thaalith sababta saddexaad ee khilaafka dhalin karta waxa weeye atadakhulu fi shughuli zawjayn hadii la soo dhex galo yacni arrimaha labada isqaba min qibal al-aakhirin dadka kale haday soo farageliyaan ee xigtada iyo saaxiibada iyo waxaas oo arrimahoodu faraha la soo galaan wixii dhibaato dhex mara in iyagu xalistaan baa la doonayaa wada hadal iyo isafgarad ay ku dhameystaan inaan fara kale iyo gacan kale aanay soo dhex gelin baa la doonayaa waxa la gacan geli jiray kor looma maydho lama baahna in xaaska arrimihiisa qaar ay ka taliyaan oo ay soo dhex galaan in de loo maaro waayo mooyaan asbaabu raabicu sababta afaraad waxa weeye qalaaul muhuur meherka dumarku ay qaataan oo qaali ah oo gabadha meherkeedu qaali yahay barakadeeda yar baa la yidhaa wa ina muhuura zawjaati nabiy meherkii la siinayay xaasaska nebiga waa muhuura banaatihi iyo habluhu dhalee la guursaday meherkii laga bixiyey laa tacduu may dhaafsiisnayn awaaqiya waqiyado may dhaafsiisna waqiyado laa tabluqu aan gaadhayn ilaa sintii casharata uuqiya 12 uuqiyadood ayay gaadhayeen kugu badani yawanisfil uuqiya uuqiyad barkeed waacdamu nisaai barakatan dumarka ta ugu weyn xagga barakada waa aysaruhunna kuwa ugu fudud mu'uunatan xagga kharashka iyo meherka oo meherkaa qaali yihiina barakadu ka qaadaa gurigee yacni yaan la qaaliyeyn khaamisan qodobka shanaad waxa weeye bacdu sawjaati xaasaska la qabo qaarkood laa tuqadiru ma qiimeeyaan duruufa sawjiha xaaladda ninkeedu ku jiro almaadiyati ee xagga dhaqaalaha faturhiqu waxay ku dhibaan kaahilow tunkiisa waxay ku culayseen ku dhibaan bikatrati dalabaad waxyaabo badan oo ay ka codsanayaan oo fara badan waxaan noo qabo ku yidhaahdaan walidaalika sidaa daraaddeed najidu waxaynu arkaynaa ama helaynaa kasiiran in fara badan oo mina shabaabi dhallinyarada xaasaska qaba ah al-aana imika oo musqalatan lagu culaysiyey duhuuruhum dhabarkooda biduyuuni qaamo oo deeman yacni intaa la soo jeeda oo guriga dhismihiisii iyo guurka culays badani ka fulo qaan loo haysto natiijadan waxay ka dhalatay arrintaasi deynkaa badan liinfitaaxi baabi tasqiid waxaa la furay baabka la yidhaahdo tasqiid waxaa la yidhaahdaa inaad wax sii qaadato oo aad kolba qayb bixiso qayba qist yacni kolba qayb bixiso oo la yidhaahdo sii qaado alaabta dabeedna haddaa laydmo kolba bishiiba in baa lagaa goynaya qayba qaybo calaa awsaci abwaabihi albaabadiisa kuwa ugu ballaarnaa baa la furay oo la leeyahay intaad doonto qaado oo mushaharkaaga bishii intaas maa lagaa goynaya ee la odhanaya fa kullu maa taludduhu wax kastay macaansato markaa caynuhu ishiisu ibtidaan iyadoo laga bilaabayo min asayaarati baabuurka uu kaxaysanayo wantihaa-an iyadoo lagu gabagabayn ugu dambayso biasqari qidaci alasaas yacni alaabta qidac waa waslada yaryar alaabta ugu yaryar aasaaskuna alaabta guriga la dhigo alaabta guriga la dhiga ugu yaryar ayaa lagu dhammaynaya sida kubaayadaha iyo malqaacadaha iyo waxa ugu yaryar laga soo gaadho laga bilaabo baabuurka waa mururna waxaa la sii marayaa inta u dhaxaysana bil masliga guriga laftiisa gaadhigaa laga bilaabay gurigaa la sii marayaa la dhisayaa ilaa malqaacadda iyo ma aragtay bakeeriga u yar laga gaadhay ayaa maxaa la samaynayaa maa cala shabaab nin dhallinyarada dushooda waxa ah wax kale dushooda ma aha xilka saaran waxa weeye ilaa an yuxadida waa inuu caddeeyo almuwaasifaati tilmaamaha uu u doonayo lisaaxibi sharikati ninka shirkada leh
أيه أعطينا يا الذي كاسو يوفر ديارنا يا ذلك الأثاث أرابطها أي قرب كالقرقة الفاخرة أي قرحة بضن أي قيمة بضن وحورنا يا مثلا يعني ترى يعني ودمده واوين شركة القرقة قربين يا يقار قصة يا يمعرضه واوين وبابور طلق قادنا يا كبابور كحورنا يا بابور كهو قارسان وانتا قادو يعني مشاركة أنك قوصانينا كي قرقة ديسي حورنا يا مشاركة أنك قوصانينا كي قلبين حورنا يا مشاركة أنك قوصانينا قلبين الدينو بلغة قرية salaaga gurayo ayba hadana baahay kala deeninu u galaya ila ma joogsatee dadna hadan waa lagu sii bilaabayaa waligiiba ma nasanayo waligiiba deenu baa ku soconaya dabeedna culayska ayaa fuulaya wayu sajalu dalika waxa lagu qoraya dalika deenka ala dhuhur shabab yaani dadka dhalinyarada dhahri shabab ninka dhalinyarada ah ee wasiir haaska guursaday dhabarkiisa lagu qoraya deynan deyn baa lagu qoraya yusqilu culaysiya kaahilow tunkiisa iyo degtiisa culaysiya dusha looga dhambaarinaya kamana bixi karo gabadha loo haasay wadata hadii kale reerbo ma dhismayo uu wareerayaaba inaale ikhtilaafi iska horimaadka iyo muranka dhaxmara bayna zawjeyni labada isqaba wuxuu leeyahay murankaasi aasaaran raadad xun xun oo kasiira tan fara badan oo najtaziu aynu ku soo gaabsanayno minha aasaarta minha raadadka ma yili waxaan soo socday inuu ku soo koobayna inagu waxyaabo badan ba ka dhashay waxaanu ka soo qaadanayna mowduucaan waxaan soo socda awalan ugu horeyn asaruhu raadka uu ku leeyahay khilaafku fil awlaad caruurta qoysku dhalay ayaynu soo qaadanayna fa in asala dalika khilaafka raadkiisu fil awlaad caruurta uu ku yeesha kabiir waa raad weyn جدا آد بوئيهاي وأقل آثاره رادتك وعرورتك قدتك وحا أغير أن الأولاد عرورته يكرهون وحي نعان ملك خلاف ترو المكثة إني كنا قادان وهي فرديان في البيت قرقين تشوغان بين عيان إنه هو ميلا سكوها يستيه إني دبت أغيي عام بيش على هذا إن اجتماع هذا الله كلمه الأب أبو إيمادو معلوم هو يدا في أي موقف هذا أرهن كستو أي موقف موقف كستا أما يعني أرن كستا ومن المواقف أرماها كميدة وقامها كميدة هذي سوي ما دان أو أي كوضة هلان فبدل الدبادنا وكسو بوضو وكدقدو كصابحو من حد ما لبدو ضمد شاون وحدو كصابحو هذا البهدو كصابحو صار وحا كعية الخلاف وخلاف بها كاكا نحق ألو وحا أغمية وألوسمية الخلاف وخلاف لأتفهي الأسباب أتفهي الأسباب أرماها غير ير iyo sabaha ugu yar ba muran weyn ka dhacaya waalad waxa kor u qeylinaya alaas waa tocodadkii buuq ba dabeedna qeyla abdiraamaysa wax yar waxba ahayn ba la soo qabsanaya dabeedna samada isku tulaysa qeylad guriga wuxuu noqonayaa meel lagu qeylinayo iyo wax kala qabanayo iyo muran iyo meel isdhex erinayo fuma badaa waxa dabeedna bilaamaysa ataqaaduc in isgooyaan labadii oo kala tagaan oo kala jeestaan oo la soo caroodo oo aanu qofna qof la hadal labadii waalid وهجر الفراش إنه قوشي نكو كالتقع وننكونا قار كيسا نقضو قبضونا أي قار كيسا نقضو وبدأ الكلام هذا الباب بلاب ما يمركا يمورا يو يوتر وتعليق فالين وهذا الكولا فالين يولف في الندو محادو قتشي دي وعسادي تي وحانا كان كار مورا نقضو دينا بلاب ما يم هذا الكلا فالين فيكرو وحي نعيان بعض الشباب يعني عرورتا للي يرد أه dadka dhalinyarada barkood ee aqliga leh albaqaay inay si joogan fil biyuuti guriyaha inay joogan ma nacayaan maadaama waalidkiisu haysto way qaduuna waxa ku soo dhameysanayaan fisha waarici wadooyinka min waqti xagga waqtiga abcaafa ma yaqdun in badan oo inta soo qoor waqti ku soo labalaabmaya inta ay ku dhameysanayay joogan fil biyuuti guriyaha waxa laga yaabaa in aroorsi ka baxaan kuma soo noqon waayaanba walaal meeshii meel lagu noqdo ma aha iska bedaa oo dabana caawa saqbarka uu yimaado maanta dhan buu ka maqnaa geebigiis caawa in badan uu ka maqnaa isagoo ka cararaya khilaafka iyo muranka uu maqlay dabana inta guriga joogo wax intaas soo goor ku soo laabmaysa inta dibadda heeyay wadooyinka meereysanay dabadeedna laysa ma aha wuxuu uga maqan yahay gurigu raqbatan nacay uu nacbi aan raaxatin uu raaxad inuu nasto oo gurigooda ku nasto ma nacba oo ku maydho wax ka cuno wax ka cabuu seexdo taama nacayo maxaa guriga ka kaxay
وإنما وحى أوي أو كليا وحى وجا مغني هاي هروبا وحى كعرايا من جحيم المشكلات نارته مشكلوي مشكلوه نارته إليهن الله تي تاسو يرون هاي أركيان يكده حتى ينقولي يلا سكوا هايستو يلا سكوا عنايو أيه دبنا كف كنيان وربما كان وحى لقيا وغيره نقضوا ذلك أرنكاسي أو قولي أي كم غيري خلاف كاتاجني سببا إنه نقض سبب رئيسيا رئيسا سبب وين سبب وين أو سبب مضحيلة تؤوينا للحرافي الحداث إن اللي حضان دقن كود نحوم هذا تدك داضير الحداث تدك داضير مارتي كوريدا يري يري هبلها يري يري لأن يردك عنك إن دقن حوم هلك أو قصوا بحضوي الدين تي دقن كبك اللي حضان بالغ يابا محايا يري فكثيرون فربضا ومن الشباب الدائر تكمدا أتاهم وحوي مادا الانحراف أتاهم وحوي مادا الانحراف لا حشد أي دقك ولا سني الدين يكل أحدان من جراء هروبهم وحسوتي إذا فكت كي عرك كعريان من البيوت جريها كي عيان السوق أو بحيان الدبدة أو بحيان ودون كم رسانيان هو ما هي سببته فيجدون وحي هريان غرق الدبدة أو بحان كبسوا هيون ويان رفاق الصوء صاحب حنهم ودادو ده الذين كواصوا يحتضرونهم حنانية أو سودوية أو وحسية oo haday doonaan dad maal qabeena iyo waxa ka yimid iyo kuwa gaangiska ee maartay mar kuwa hadii jeer ee tuugta iyo balaaya sanad ayaa hela oo ku siiray ku shaqeeyaan doona waymnahuunahum waxay siiyaan almaal xoolay siiyaan halka hore ay arday duufsan doonayaan wa kullama yuridun wax alla waxay doonayaan bay siinayaan inay sumeeyaan bidda ku shaqeeyaan arurta marka dambe waasa imka magafan ilaahada anaga kaasi bixinay adu mar xaga tagto uun dadkiina la soo hadal ee marka doonay ilaah kaliya aanu kala baxayna adduunyada waxa ka jira gaangis yacni dad mafia oo isku wada xiran oo kootarbaanada iyo waxa khatarta ah iyo hadal muqaddaraadka iyo waxa ka shaqeeysta oo dad ay ku shaqeeystaan oo waxaan u dhiibaan oo ay maartay xabada u dhigaan doona kuwa sa carbisanaya oo ka haysanaya iyo kuwa dhaqan xumada ka shaqeeysta waxaas oo dhamaad buuxa dadana way ugaarsadaan kuwaas markay suuqa u soo baxaan dadkii daada yaraa suma bacda dalika intaa kadib markay xoolaha ay waxaas siiyaanay gacanta ku dhigaan yabdo waxa bilaabma musalsalul ijraam taxanaha dambi gelinta ah ee ay ka dhigaan ama tuug ama ka dhigaan yacni kootarabaanka iyo mukhadaraadka uu ka shaqeeya ama kuwa dhaqan xumada ka shaqeeya noqdaan oo musalsalaha joogto isla socda ayaa bilaabmaya من أوسع أبوابه الباب هذا وين بيكفر يعني كل كه تبى نوح جيني يعني هرت واحد برا يعني مخدرات واحد برا يعني مارته واحد الله لو واحد حن هذي خمرة هاي هذي حاشية هاي هذي بلاية هاي وين سمينة يعني مرك سمينة بيد تبى نوح حلبو درنا يعني غفقون درين كيس بابا باي ثانيا مرك الله بعض واحد كم ذا فات كقول له خلافه من آثار الاختلاف الاختلاف خد نع فادت كيس واحد كم ذا يو خد نعي بين الزوجين لبضع إسقابة فهذا كيس حنحن وحكم إذا انتشار الأسرار سرتي أوفا فتقويس كلها وصرت محال أوفا فيها من خلال شكوى كل واحد وحي صومرتها سرت مركلة في دنيا عبشتها مدولة وعبنا من الزوجين لبضع إسقابة مدولة عبتها فقد درجة وحي عادة كاركتين وفرزو درجة وحي عادة كاركتين بعد الأزواج تدك إسقابة قار كميدي أن يكون إنه نقضه gaar ahaan ragu mihdaaran mid hadal badan oo haba tacuun wada uun iyo hadal aan macna lahayn oo maartay mihdaar mid hadal badan haba tacayo meel walba kumar furanaya uun idaa laqiya haduu la kulmo ahadan qof xadafuhu wuxuu uga waramayaa kii walba oo alif uu uga soo bilaabaya bikulli ma jara wax alla wuxuu dhaxmaray lahu isaga iyo maca zawjati gabadhii baa ugu xumaatay kana ay haysta walbaliyo maxaan yeela waxaasuu ku arkaba u bilaabaya maanta dhab ka sunbu sheekada oo go'dayaan walmaratu gabadhuna qadbaadil waxa laga yaabaa inay weydaarsato dalika arinta aydan yaduna oo yana ay dumarka uun ay uga warato fatuxadithu ay uga waranto anisa dumarka bi kulli ma yajri wuxuu yadi ninkeedii dhaxmaray ninkii waa dhibaato kale haysta yaani waxba kuma nooli nin ma haysto kadeedkan ay haysta yaduna waxa sun la dhaxmeelaysato dabanna sirtooda ay suuqa gasho salifan qodobka saddexaad waxa kamid ah
ومن الآثار هذا كا ذهاب المودة والرحمة كالجعل كي يسون حارس سدي يسون طمغ سدي وماشي خبر هذا هذو خلاف بطو خابعة قطب كأفراد وحكم ذا كم ذا دبعتون كخلافك قضيعة الأرحام حكتريو إسكويسة وعلو ذا فربما تفرقت وحلقة يا بينك لا تكان أسرم إن قويسك لا تكان وكلا نقاقان وتقاطعت إسكويان عوائله يعني خيره كبير تواوي وايكلا يعان يا دعكرتا محاك هنا من جراء اختلافي من جراء اختلاف واحد زوجي ذكر تجا يعني خلاف يمر حصل كذا عي بين زوجين لا بس خبا سيكوت ما داتاس يعني خيرا لأنك كلا تجان في تزوج واحد جورسنا يا فلان نحب الباب جورسنا يا بابنة قريبه ننحك تدي سيرا ولا أي المدريهم مثلا جورسنا يا ثم يحصل واحد عيا بينهما الله بدي واحد كذا عيش جورسدي خسام الخسام مرن بعد أحمر أيام فينتصر فينتصر واحد أهيلنا أيام ويلصفنا أيام أهل الزوجي ذاتك يحتدوا وحالنك قبل الجورس ذي لولدهم إن الكودي أهيلنا أيام ويلصفنا أيام وأهل زوجتي حاس في القبي نمن ذاتك أهل كيس هذا يدبر بله لابنة تميقون إن الكودي ويلصفنا أيام ده بدنا علاضي بالله بدي قويس يلا بدي سير بجالسة ويحضر واحد حالك أثناء مريم مركيبة الشيطان الشيطان وسوق ليا وصوع ما مضنا يا كاسنا هذه اللحظة تمر الله مركو خلاف قاركو أيو سوى خطورة يا أيو سوى صلاح فريسنا يا ويزيد حقوق الرينا يا النار طب كان ضح يا الله غيرك أيو نفخ نسي أفوفا يا سكون وانا أعرفوفا كل خاصوس النار تي أفوفا يا وخلاف قا ثم تأتي على الأسرة قيس يودي من دوي وبابين صادب كاس تأتي على الأسرة وحوي من ساقيس قوم هاي وبابين سوى كل إريس أجيبيسه فتقطعوا واحد جويل صادب كاسي خلافك كقحي كقرحي أو صارها حيل كي كده حي قوي سياح سوح النانتي وتفصيل واحد كلا ترسا عرا المودة مريكتي كالجعلك إيه سوح النيد إيه كلا جويل سا مريكتو على جهلا قال كلا جليو مقصه إنا درستوا الغي أبا يلا بحره إيه ساس رسالة وكرا إيه سوح يسوي جو جويل سا دبكا كده شيء إيه كقرحي خلاف فكل ذلك عارين تاسوار المحوي ونزغة الشيطان واللحن يضوف الشيطان كو وكأديجي أو دبك سهري ويان وضوف الشيطان فإذا لم نحاول هدينا نسكدين أن نستحضر إنا عن قلبي قصو حاضرنا نصوص الشرع نصوص الشرع إنا عن قلبي قصو حاضرنا في وقتها حل جيد لو بهين هاي ووقت خلاف الصباح أو كره فربما كان ذلك عارين تاسوار نقول كرتا مدعاة مضوية إلى قطيعة الأرحام إني حكتدوا يسكويان ويكلفوا قادان ولا شك شككم اجروا أن قطيعة الأرحام حكتدوا أول قوية محرمة شرعي ولا حرامي والمخالفة إنه قفوا خلاف شرعي خلافا هذو قفوا شرعي خلافا قد تجروا وحأسي جيدي كرتا إلى مخالفات شرعي خلافية كرأوا بضنا ويسي جيسان كرتا زواج عجيب فعنا بغنا سواء قادنين قور لياب له ليلة عسر عرس هبين أروس دعي وعجيبة هبين لياب لها لقيا وحو الله كل مي القاضي قرصوره شريح لأورنش ريبا الله كل مي الشعبية ننك ليلة يوم المالين بو الله كل مي من الأيام مالمها كمدا فقال الشعبي شعبي بايري كيف حالك فالكورن أرنت هذا إيا حالة دات قصو أنتهي مع أهلك هذه حاسك أقول سيد سلتين ما سلت شوكتان سيد سلتين هذه حاسك قال القاضي وحوري قرصوري وشريح الأورنجري منذ 20 لقب الأبا منذ 20 سنة لباتن سنة وأنو ذي شوكني لم أرى ما أرق ما يغضبني وحيق عريسية من أهلي حاسك يوكما رقيق بردين قال وحوري كيف ذلك سأولي عكرت لباتن سنة أو أنو ذو خلافة أنو ذو أحمرين با قال وحوري تزوجت كبردنا نورت قوسي أنقو شيكي فلما أن دخلت عليها مكان لجوري قري هبين كل إيسه هوي وجدت واحد كهله بها قبدي جمالا هرت قروح وحسن وناق يقروح الله ياب له أوفاتني نفط وفتنين يأخذ وفسنا يبا وانت سرعة أيان كلا كل ماي أوه أنت بدن لما أركي تشيل دمر كا لما أنا أجي تشيل دمر بقى أنت بدن وده حين شري تبين هبين كاسو أنت بدن أركي شري دمر كاسو قروح ما أنت قارس وعن كاسو قروح مشري دبنا لكن انت دوشي غير انا ارق باب الغيابه و خويلي
habeenkii waxan ku arkay qurux la yaab leh ku duufsanayso qalbigaaga ba qaadanaysa ayaa man arkay buu fogultu waxan ku wuri markaan yaabay usalli waxan u tukanaya lillaahi ilaahay ragacteen laba ragacood baan balnaa ilaahay u tukanaya shukran mahadnaqah meesha waxan kala kulmay la yaab kale ba laba ragacood oo mahadnaqah baan ilaahay u tukanaya baan arkay faaqadtu waxan bilaabay usalli inaan tukado falamma faragtu markaan ka baxay min salaati salaadaydi markaan ka baxay faa'ida markiiba waabahiye iyadii waa gabadhiyo khalfiiga dambeyso oo tarka rukuucaysa ba rukuuci markaan rukuucay la rukuucaysa wa tasjuud ila sujuudaysa bi sujuudi markaan sujuudo way ku xiratay wa tusallimu salaaman qasatay bi salaam markaan salaaman qasatay salaadi ka baxday falamma faragal baytu keed kulku gurigi markuu kamadnaaday ee ku cid loobay miman fihi cidii ku jirtay yaani dadkiina la joogay arooskiina markii naga tagay wayan falamma faragtu markii falamma farag albaytu gurigu markuu ka cid loobay ee ka madhna miman fihi cidii ku jirtay ee dadkii noo yimid ay iska rawaxeen madatu waxan ku fidiyay yadiig iyo diya gacantayda naxwaha gabadhimaan laacay oo gacanta saaray sidii faqad waxay tiri calaarisalka war ha degdegin u kaadi iska miirso ya aba umayya aba umayya waa nin guursaday oo de ku maman gabadhii babalukaad bay tiri horta degdegin suma qaalad waxay tiri in alhamdulillah wa ilaahi baa mahadle naxmadu ilaah baanu mahadnaqayna wa nasta'iinuhu ilaahi baanu gargaar weydiisanayna wa nastaghfiruhu ilaahi baanu dambi dhaaf weydiisanayna wa natuubu ilayhi ilaahi baanu toobad keenayna wa na'uudu billaahi ilaahi waxaanu ka magan gelinayna min shururi anfusina naftayadu nafaha iyagu xumaantay garaan ma ilaahay ka magan ee galabsadaan in lagu qaado aan ilaahay ka magan gelinayna wa min sayiaati a'maalina a'maasheeda xunxunna in lagu qaado ilaahay baanu ka magan gelinayna man yahdihillahu qofka ilaahay hanuuniyo ee xaqa uu ilaahay tuso falaa mudilla lahu cid lumin kartaa ma jirto waman yudlil qofka ilaahay lumin wal ciyaadu billaahi falaa haadiya lahu cid hanuunin karaysa ma jirto wa ashhadu an laa ilaaha illallah waxaan qirayaa oo aan markhaati ka ahay ilaahay muu inaan ilaah kale jirin waxdahu inuu ilaahay kalidii yahay laa shariika lahu inaan ilaahnimada cid kale la wadaagin ayaan markhaati ka ahay wa ashhadu waxaan kaloo markhaati furayaa anna muxamedan muxamed cabduhu inuu adoon ilaahay yahay wa rasuulu rasuul ilaahay inuu yahay sallallahu calayhi ilaahay ha u naxariisto wa calaa aalihi xigtadiisana allah u naxariisto nabi maxamed wa asxaabihi asxaabtiisana ha u naxariisto wa sallama ha nabadgeliyo tasliiman kasiiran nabadgeliyo fara badan ama bacdu intaa kadib fainahu arrinku waxa weeye kaana waxa ahaabay tidhi fii qowmika adiga tolkaa waxaa ku jiray man dumar baa ku jiray ama dad hiya kufun kuu dhiganta oo gayaankaaga kufur haddayna waa kaynaana gayaanka gayaanka oo dumarabaad laka adiga kuu gayaan ah oo minana saa dumarabaa ku badna oo kayri aniga aan ahayn dumar badan oo gayaankaa ihi tolkaa way ku badnaayeen wa fii qowmi aniga tolkayna waxaa ku jiray man rag baa ku jiray huwa kufun gayaankayga ah oo mina rijaal ragga ah oo kayru kaan adiga ahayn ayaa ku badnaa walaakin hase ahaatee idaa qada allahu haddii ilaahay go'aamiyo oo wuxuu kuma amran arin kaana mafcuulan arrinka waa la qabta waa la fuliyaa ilaahay baa isu keen qoray qorshe ilaahay baynu isugu nimid ee ma aha yacni adiga rag la'aan ana rag la'aan imay ahayn aadna dumar la'aan kuma ahayn ee waxay ahayd un qoraal ilaahay baynu isugu nimid niyow waxbaan kuu sheegayaaye fafacal waxaad samaysaa maa amaraka allahu bihi maa amaraka bihi allahu wuxuu ilaahay ku faray yeel wuxuu ilaahay ku faray yeel niyow oo sharciga u hoggaansan waxaad igu guursatay waa qoraal ilaahay iyo qadar ilaahay horta waxaan markaa kuu sheegayaa wuxuu ilaahay ku faray hadaba yeel imaa imsaakun bimacruuf ama si wanaagsan iyo dhaqo oo si wanaagsan iyo hayso aw tasriixun biixsaanin ama si wanaagsan iyo sii daayo furo faraha iga qaad labada wax ka dhexeeya iyay jirin wax intaa u dhacayo silic iyo saxariira kuma diyaarihi ayaa ku tiri yaquulu wuxuu yidhi wuxuu leeyahay markaa isaguna fa axwajatnii gabadhii waxay igu kaliftay ilaa khudbati inaan anigu khudbad akhriyo labaatan khudbadeysee fii tilki leylati habeenkii habeenkaa facamitullah ana ilaha baan mahadle alxamdulilah baan ana yidhi waataniitu calayhi ilaha baan waxa alxamdulilah asnaau lilah ilaah baa mahadle ilaah baa ammaan leh suma qultu waxaan idhi amaa bacad intaa kadib fainaka adigu gabadh yahay qultu waxaad tidhi ood ku hadashay kalaaman hadal
إن ثبت عليها ذات خصوصا أطول سعر تريشو يكون حظك دافع الله هاي يفعلوا على ضغط حشوي ينقض دونا وإن تخالفيها ذات كله حتى واحد الله هاي يكون هذا الكاسو حكومة نقض دونا حجة حج عليك هذا هذا يا اللي جاوا وين هذه وحاتي أذكر لك أن توا دافع وناج هي خير هذه كبر دنا وحجة شاطعة أيانا نيريبون فقالت واحد يقول بعد ذلك أنت أكدب وهبين كل سلة سويمد من تحب ياتش عشاي من جيرانك تتكن شار كاغا ياتش عشاي وان سودو وينكرا ومن لا تجيب ومن لا تحب يانا تتش علي وان اسكيل عليا قال وحوري وشيغي إن آل فلان فيرك الرير هبل إلى هذا قوم صالحون وادد وناكسن وآل فلان كوالا إلى هذا ريكا كريا يقول ميشن ديكن قوم صين وادضحن ساوكا لغو ضدك إذا ضدك يا مركا ما تقانو حتى شار كاغا يا وناجسن يا سحن وحو ريه بالله ريه وناجسن ريه بالله ريه قال واحد لي فآذن وانو أقلان يا إني قولي سوى قلان لولايك كوا وناجسن تشيكسو ولا آذن وقلان مايو لها ولاي كوا كريب تلوا حنيهن وقلان ايو ثم قال واحد يقول تلبولي فماذا محبتك محاتش عشاي لزيارة أهلي ضدك أنيق أهل كيغان كسو تشيدي حدد كاغا إني سوى بوقلان وإيه مادان ياتش عشاي قلت وحده ما أحب أروق متشعلي أي ملني إنه يداليات أسهاري دتك حدد كيجي حدد كي يحقالك إنه سكون بطار ما هي إنه يداليات متشعلي بروك حددك ومارتا يقول صنع الله يغني فرديانه يعني كل بأي مادان أنا متشعلي إنه بأي يعني مرتدو بها بير يوم الله يمون الله يضحي حبت مسكون كوفة لذا مالها ماموس يعني إنه يقول صنع الله قدان متشعلي بحددك أي يقول بيت أيام كوري بول يقولوا حدو بالنيري فبعد سنة سنة مركان غبي كذب أيانا تريتو كايمد من مجلس القضاء وعن كايمد محكمة دي مجلس القضاء وقاله هيك الصرك أيان كايمد محكمة دي فإذا امرأة مركها قبر بافرده عندها قبر أكتي دي في البيت قرية قبر الله فرده عنه صوق قريب فقلت وحان لي من المرأة قبر أني أهد قال ضحت الأمي وهو يري وسنة كذب أيان هو يدار كيبو فذهبت قبري بان حقي ذوقعي وسلمت عليها قبري بان سلامي قال ضحي قلت يا أبا أمية وأنا وكويديس أبا أمية كيف وجدت المرأة قبرنا سيد كهشي قبرنا ملقا كهذا يأرمي هذا يقورن وسلامتي صدوت هيد قلت وحن وجدتها وحن كهري على خير حال الحالة ديت المانتي وانا سريد تمر إلى هايات يعني الدبر كنوع وانا يسنبان كهري قال ضحي إن المرأة قبرنا لا تكون منقطة بأفسد لها وحا خريبة وحا كخريبات بدني مجرو من حالين لبا عريبات بقى قبرده خريبة وانكو شيقي ياهي لبا عريبات قبرده وي بابيان إذا حديث عند الزوجين هدي إنو أنا أكسن هشو قبرده وي فاقدايو وي خريبان تاه وكو أو ولده أمركي عرورة سنة إذا نواطر إلها لقطة في التصدام كل كان وي خريبان تاه لبا عريبات بوي شراني كبرنا بالصعوة فأدب أدبته أو قربته أدبته أدبي ما أشيت واحد طنطو أنت أدبنا تكون أدبسو يكوجو فاقنا وكوجو فدينا إسكي أدبي أي إسلام تبارنا استضاد هاي وعلم واحد برتا ما أشيت أنت علمه واحد دول سنة برتنا إذا كان كاج أنا أذوق بر أو توبر أو تربية فما خدت وان شوول معها قبل واحد لشوول قبي 20 سنة رباطن سنة لم أرق وما أرق ما يغضبني waxay iga cadeysiya minha gabadha kuma arag ila maratan waahida mar quraan wax aan ka arado arkay wa kuntu waxaan aha laha markaana laaleyo ana gardarna ana ka gardarna ay kuntu ana muxtiq ana ka qaldanaha markaana ka gardarna zawaajul muyassar imkan wax laga hadlaya oo soo qaadanayna guur fudud oo nin guursaday oo dhibyar zawaaj ibn abi wada'ata ninki loodan jiray guurkiisii weeyay wuxuu ka guursay wuxuu guursan min ibnati saciid ibn usayb ninki loo jeed taabiciga ah ee aba hurayna intii saqbay ayuu ka guursan ninkan yaqool wuxuu leeyahay ka waramay ibn abi wadaa ninki loo jeeray kuntu waxan ahaan jiray buuri u laazimu si joogta baan u joogi jiray masjid rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam oo madina baan fadhi jiray talaba lil ilmi anigu cilmi daalib aho arday wax barta wa kuntu waxan ahaan jiray u daawimi si joogta ah وان شوكتين شلو كمان هبسامي شرين على حلقة سعيد بن المصيب حلقة ضوح كدقو وهلقنا وكلي
ومعلنك كيهاي ونكا تابعيك عجيبك أيهاي معلنها وزاحمه وان عريري بان كتاكي جري الناس داد كان عريري جري عليها حلقة دالقو ياعيو بالمناكب قربها انكو عريري جري ووحي هاد حلقة الله سوي مانا يوانا لقاقه رينا تيهال كان أباد كاما يهين حلقة الله سوي شريو أيهاي قربها نندل يرابوها مرادة بان قربها انكو قبان جري سيان اقار صفقون دل ان ميلو فريسان كرو علمي قال لبوبي فتغيبت وان مغنى عن حلقة الشيخ حلقة يفضي يحرتي الشيخ عن كمغنى أياما معلمه وظن وحو الشيخ مودي النبي مرضا إن أنا حنوني هلي أي الشيخ مودي أو عرض لي إنه يقيمد عارض وح إنه يقيمد كلا أي مودي حرني ونكي وتبي نكي من أبي وداع حلقو قريبوير طلامي وبكانك فسأل عني دتك ويدي من حوله دتك كحيرنا أحرت أهابل ورنكي ابن أبي وداع ما المهن إنهم إيمانه حقون تجيبور شيخ مركا ووجي هاساسو إنها وقع أحرت فلم يجد مهل عند أحد قفنا أو منهم كم يدحرته خبر قف كله خبر كهلا ورد متشرين قفنا ما أورن كاسي حالة سواس توح كور موا لواي فلما عدت مركا صون غض إليه شيخي أن حلقة دي خصونا بعد أيام المكدي مركا المغنى أيو حياني سلام شيخ ورحب بي سودوي وقالوا حري أين كنت حقيقة هيد ياتكم مغني أين كنت حقيقة كم مغني يا ابن أبي وداع ابن أبي وداع قلت واحد توفيت زوجتي حاس كي بعد ما طي فاشتغلت واحد كم مشغول بأمره أريمه هذي أنت بكتي تمارت جاس كذي ده أنت عسان قاب صامن علمي كم مغنى فقالوا هلا هلا أخبرتنا محد نقول رمويد محد نقول رمويد فن واسك وانك حريرين لحين دباتان وخلاص غير قانون لحين منو ما توشيك المحد نقول توشيك ويدي وأنا أشهد وأنا كقريب قريب لهين جنازتها آس كيدا كقريب قريب لهين معك وأنا كل آس لهين وأنا عينك وحنا كاتها قريب لهين على ما أنت فيه دباتات كتير وأنا كعاون لهين ما عاد نقول سو شيء قوي فقلت وحنا جزاك الله خيرا إلى خيرها كوابا المري قلب قاعد يدست نية دا وأنا أحسن شيخ الله كوابا المري وهممت وحنا ضعينا قوم إنا كعو إنا دبنا كعان وأنا هاب هابت إنا كعو وأنا مقارن صدي ووحنا ضعينا كعو فاستبقاني ويتشوشو حول اسكفردي هاتيجين اسكفردي حتى انصرف الى اي بحان جميع من كان في المجلس عدي قولها فريدي وعشر وكرد قولت لما الى اي ماشي كدر ايران جبي قودي بقى ثم قال لي وحو يقولي ما فكرت مياد كفكرت ولي استحال هذا مقصود عضي في استحداث زوجة انا اتقبل قورسة تعصب لك هذه ولي ما كفكرت يا ابن ابي وداعت واتن دي قيرد العضي ولي ما يسوي دي سنات قبل عصب قورسته أيوه يقول يقول تبنا فقلت حر يرحمك الله الله أكون حريستو شيخ الله أكون حريستو ومن يزوجني ويا حاس يا أي قورني يا قبر أنا يا أي قورني ما قبر بعد يسير نسا وأنا شاب نندل يرابا أنا هاي نشاء وحن كري يتيم أنا يقول أقونا أيان كري أدون نم هايستو وعاش وحن كنا ولا وحن كن كري وحن هيقولوا وأنا شاب نندل يرابا أنا أو نشاء كري يتيم أنا يقول أقونا أو عاش نول فقيرا نسوق أوفر مرض أو ما حيز تأه أو محبه حيزن فأنا أقول لا أملكه ما حيز تبع غير الدرهمين لباس شلين بوح الدنيا أنا يستل لباس شلين مرجع عدي قبل سنين سوى إيه مهرين سوى أيه أو ثلاث درهم أما صدق حبان حيز تقول أما والله بقى مو صدق فقال سعيد بعيد أنا أزوجك أي منتي وأنا يعني في ذكوك جورني نكر وان شيخه يعني سح تابعه والله يا أبو هو إنن أبو هريرة أبو وجه أبو قبا أيه دلايو لبه حسن يلا ما خيب سنة يبا كل قصدي تبدي وانا أنا تدا كسينا يا أيه تبدي كور فن عقد اللسان عرب كي جوا أبو قم طمبا عنوفت بيجو إنجكتي أمر أنت نحدين وفرحدوا نحدين نحدوا فرحدوا مغ فرحدوا نحدين هذا الكيبا بهريك ويجيبا هريك وانا شيخيسي عرب كي بوي قم طمبا وانا اللي كري وايبا وقلت وحاني أنت ماذا يسين إياه ماذا يسين إياه أتزوجني من التكا ما ينتهى هذا دي قرر نساء بعد أن عرفت أديقو كذب من أمري أهرين تهذا ما عرفت واحد أكتها أديقو أكفقري يباهي لدي فرمانان تهذا ما يدين أنت قرر نساء فقال له نعم ها أنا وكاور هيا سيدات تهي إياد فرمانان تهي إيا حالة دولة صعودة أيان هدين أنت كو قرر
فنحن أن نقبول وحورنا يا سعيد المسيب كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كنا فري أيان يلينا وحنا تكفي رأسك ما فكرينه رسول كنا فري إذا أتاكم هدويني ما هدو من ترضون الدينه قف الدين دي سكر رأي التين يو خلقه وخلاق دي سيدة غنقيسة فزوجوه أقوري يقول التيبان يلينا رقنا كذا يدين تهذا فالي بانكنا وأنت عندي أضغو أكتايدا مرد يدين بول أنا أكتايدا سان كوقبو دين تهذا رالي بانكاي يو الخلق دقن كاقبا سادرت يدبان كوو قورنيا ثم التفت هو آغي إلى من كان قريبا منه تدكيو دوايا مساعدك كوحري تدكي حلقات آن هاين مساعدك يسكف ديب وصاو آغي هري لها أيو آغي وناداهم ودواغي صوكع بولي قار قولي مساعدك يسكف ديب ووالك صوكع كاريا فلما أقبلوا عليه مركي كو صور أي أي مادين أي كو صور دقاقين دكي وصاروا عنده أكتس أي مادين أك فريستين أيها حمد الله إله أبو مهضوح الحمد لله وأثنى عليه إله أبو أماني الحمد لله أثنى لله أبو وصلى على النبي النبي وصلى الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله صلى الله عليه وسلم وعقده إيقوري لأنك على ابنتي إن أنتي سيبوت بدن إيقوري أوري مرخاتك هذا يعني إن أنتي دبن كوقوري وزوجك بنتي فلان لأنه أنا قبل أنا قبلت نكاحة وأنا وجعله وحو كدغاي مهرها مهر كيدينا درهمين لبا شيرين اثنين لبا سو لبا هايستا كما ودان مهر كيد لبا لبا شيرين ويان بو كبييد فقمت وان استاغي مركو انت اي غول مان كاي بو ديلي يح يح يو وخبا كو ودان عاي قفلت با لوو قبتاي وا شيخيسي اسنا وا صوبرو وا معسر وحو وخ كو هاجاجي ما هيه وخبا يعني دعوه الكون كدي او كلو نوقدي او ديلي وخبا نكي ما هيه إن أنت نوع إن أنت قاليا إن أنت وحقوق أسطورة ما هيو فقمت والستاج وأنا لا أدري أرجو قرنين ما أقول وحنقول هذا من الدهشة النحدين يوال فرح 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 لين عوان كان نحي لين عوان كفرح هذا العيد هذا أنا مقبل شرو ثم قصته بيتي قري جيبان تجيبه وكنت وحنا هاي يوم إذا مالين ثانا صايم وان صومنا ومالين تلفتيد فنصيت صومي صوم كي قرت واليلويون سون كان سومنا يا رمي ودنبا والي لوبي وجعلت وحن بلابي اون انان كفكر اقول الى هذا ويحا كورقو آنهين سيس لها الليه ويحا كورقو آنهين يبني ابي وداع وصول شاكي سنة ابن اين ابي وداعو ماذا صنعت بنفسك وروح النفس هذا تقصم يسوى محي ومحي بضحان اتقشي اما سليه ابوه انا يسلح الليه ورقو ايه وحن اتسمى يسمانت ومحي ومحي بضحان اتقشي سليه افلي باح قري أفلي باح صوتي كان قري ومن أين لك نفقة حقت مسارف وجهري على أهلك حاسكات ورحاس كان حقت كمصروف هذاك هو قاتوتو إن أنت شيخ هو مصيبة وظللت وحنا هابولي على هذه على حالي هذه أنا مو بس كيف كذي حالة دسام كتري جب جو ما نتورن واحد كلام قلبي يكون مسؤول عين حتى أذن للمغربي مغربي هذا بين له آدمي يستغون كده ده وضن كده قالوا نسأل حتى وكح ما نشري oo xarid uu iska adkayd anoo yaaban oo dad ay mushkilad ku soo xadirtay fasalayt horti magriba iska tukadi wajilas waxaan u fariistay ila faduri afurkiilan cunu wakaan wuxuu faduur kale ma jirine khubsa wasaytan wuxuu ahaa roodi iyo saliid fama intanaawaltu kamaan qaadan minhu isaga waa afurkiil luqmatan hal hurma ah oo aan saaxul u qaado gacanta u qaado oo luqmatan ama mid baan afagaliya ama laba markaan mar qaatay ama laba afurkii saliidii iyo roodhidii aan isku yar cunayay hatta samicay waxaan baqlay uun albaab albaabkii aan maqlay oo yuqraac uu la garaacayo qawqaw uu la garaacay hadana aron intiba aan oomatiba dejinba faqultu waxaan imanay daariqo ka garaacayo waa kuma fajaani waxa ii yimid asawtu cod ba ii yimid oo soo gaaray cod qaylan leh saciid baa ku garaacay waa saciid fa wallahi baan ku dhaartay buur mar waxa soo maray xaadiri qalbigayga kullu insaan qof kasta oo ismu saciid la yiraa waa arif uu aan aqaanay tolo masaciid hebelba masaciid hebelba masaciid hebelba ayaa qalbigayga saa ugu wareegay walaalada calool ragu wabi xaga oo markii saasi surugta war saciid ku galay masaciid hebelba saciid hebelba say illa saciid uu seebkan inanta isii isaga qalbigayga marnaba soo kuma soo dhicin ragii kale aqaanay uun baan say tolo hebelba ففتح الباب كان فري
فيذا بي وحبي هرتوا فيذا بي أرجو وحمن هرتاجنا هاي أمام السعيد والنصي باب هذا الباب كي يتاجن وما أنت إني تيسو مهري وهرتاج ما هذا أركي وهي بديس يسوق بقنا يدوا عجيب واكو فضلت وحن وحن أم لي ألقى تعنقه أنه سيقد بطائر أم غضي له إساقة في أمر زواجي قوركو إيقوريي من إمنتي ننتيس الشيء وحق الخصوة بحي وقوركي بكر نقونا إيوه وليه ورنيه وان قلت بساك أنت إفرين إليه هاي أنه قاتبور أنه سا إليه تواقي دربي قد بييميدي ساس أنه قاتبور أنه أرين الخصوة خرداي قوركي ساك وإيقوريي وواركي بكر نقونا ما أنه مركا أفهمي بول دبادنا فقلت له وحن قل يا أبا محمد وكن يديس أبا محمد هل أرسلت إلي ما تغفي سودرت فأتيك عنه وانكوي ماده فقال وحن بل أنت أحق أدقى مضان بأن آتي إليك إلى انكوي ماده اليوم ماند أدقى إلى انكوي ماده حق له فقلت وحن تفضل سوقل سودو فقال وحن كلا ما سوقل يو سوقل ما يو وإنما جيت وحن يمد لأمر أهرين بانو يمد أهرين بانو سعوداي ما سوقل يو فقلت وحن وما هو وارن قوام حي يرحمك الله الله كون حريسته فقالوا إن ابنتي إن تيدو أصبحت وحن نقطي زوجة حاس بيكون نقطي لك أذقة بشرع الله شرع الله حاس كأقدر جي منذ الغداتي لقصوا بالابساك إما هو ومغربي لقصوا بالابساك إلى ساك حاس كأقدر جي وأنا أنقنا أعلم وحن أقهي أنه ليس معك إن أنا كل شوقين أحد قف يونسو وهل كو كاغو هليلا وحشتك عدلدا اجوكتو فكرهت وحنعي انت بيتينا دوهو يتا انت ادغو في مكان ميل غاره وزوجتك غبردادنا في مكان اخر ميل كله او كادخدا عاو ني عاو كادخدو كل دال عدلت هي خاصكاغين اي تاي ويلو خماتي وانا نعي فجيتك بها غبردي مان كو كينو كو ولا حبا اوما ديارها حبا اوما هبايسنا يعني مرمرك قارو حجري يا مارتي يا أريمة قوات كان كران وده نين كنن ديال جروبي ما نين أدون قاعد تقوى يا نما ونين حرو وهو حاجة خطو العادي ويان أو في جاهيستو فقلت حاجة وتجيوني بها ومية دي كيني ثامر كه قبل دي إمكا فقالوا نعم ها وان كو كيني سو كمان غورين توان كو كيني يسوي كيني دنا حتى واقع رئيس فنظرت ساسانو ايغي فإذا هي قائمة قبضي يابا تاغن وبدولي هادر قبضي يرويان وخلفه قطن بيسا ساسانو ايغيو وابا قبضي يابا كان ليغو دبا تاغن با وايهاي فالتفت إليها ساسان يدي أدوي موضي وقالوا حولي اوديقي با يدو فالتفت إليها ميا فالتفت إليها اوديقي با شاخي ايا ينانتي ساو أدوي موضي وچالعاي وقالوا حولي ادخلوا بيت زوجك قل قوريقا ننكاغ يا ابنتين انت يدي قولي انك قال على اسم الله ما قال الهي كو قال وبركتي بركه الهي كو قال الله كو بركيه وانك ان كسي وانك اس وا غوري مران او مدو وخبا اولين او نينو دح توغو نيكنا اسم يا قانان اسمني ارق ايو دبني قال اسم الهي بركه الهي كو قال الله كو بركينيه دبدنا قال الله و خوري ذلك ارنتا سكوري غبدي سعيد با كويري وان صرف وابو اسكن نقضي با وابو اسلابي مركو انتا انتي كويري فلما ارادت مركي دونتي ان تخطوه اني سوى تلافسي يقولي اتمادو تعاثرت وي تران تروتي واحكو تران تروتي بملاءتها حين كيدي حين كي مرضا ايه لوقت اللقشي من الحياة حيشي اوغي الا يدنا واتو توبو لين اني قررين وقالوحو يهي يقولي مدو يميال باد يدنا لقصو عبي iyadina marka dabeedna waa way turan turootay ba oo way ku figaadhay hatta kaadad waxa ku sigatay tasqutu cal ardayda luqo ku dhacdo ama anigi faqad waqaftu waan istaagay amaamaha kabadi man istaagay ayaan surtaagay mash tuuhan anoo naxsan oo yaaban oo afriisan ayaan saa surtaagay kabadi meel alle meel aan geeyay ma hayo oo de tababarse ma jiro waatan lay horkeenay tabeedna anoo afariisan baan surtaagay la adri ma garanay maada aqul wax alla waxan qabdhay ila isma naqaan meel hagaagsan ma hayo saanu soo dhaway garan maayo fumayni baadartu
وان دقدقي أرض بان تاتابتي فسبقتها قبل دي بهرت وجهري إلى القصعة حاردي أنا وحكوني التي فيها الخبز والزيت الرودي دي سري دي أنا كهي أنا أرتكو عرضي إلا هو حال كيسوس كأسرنا إلى وحنا كوارق تو يركل هاي استد فقر يعني وحنا مغضى فنحيتها وان كدوي من ضوء السراج فينوسكا افتين كيس ما نلعب قلي حمل مدو ما عندي وحي يلا كوا فري وانسيا كوا تنتيا كوا أركي مثلا حاجة أسكرية أنتي هكوا مري مو يعني وحن صامرين مثل الله يلا هذا حتى لا ترى سنة قبل وحي يرو أرك وانا أورن دمك خيبة أنا وبني كوا بس سك سك اللي تبي تمحو غرسة بورني سامركا ثم سعيته وحن فور إلى سطحي كل جمل صاروا لها هل كي سلام فوري والناديت الجيران شارك بالون رواقي ورهياي ورك السوكع ورورباي ووري ووري سلام الله جبرك دجالك ووري وبرصويا عبان وحلا دعاء تبعد نوان قيري فاقبلوا عليه ويقصويا عن ويقصويا عن دتك وقالوا واحد هذه ما شأنك وربع حقه هلاي وهذه قيلنا إيه فقلت واحد يقول عقد هو حي يجوري اللي أنا كسعيد سعيد بقى يجوري ابن مصيب نحن حسلي هذه قبل الله جواركو وأرنكي قبل الله جوري قال لك عليه والعيد ما هو جي معايا هاي أيها الله أورن كراوة يا يجوري على ابن تين تيسو يجوري على يوم ما أنتو يجوري في المسجد مسات يجوري وقد جاني بها ويكان الآن أي مخوي كان يسوى وضع على غفلة أنا يقول كورحين أيه هذا أي كان أنا كورحين فتعال ورب ليك هلايا أنا سوها بلوه ليالا والله سي شوقة حتى أدعو أنا ويالا أمي هويدي ما نويالي هاي فهي هويدي بعيدة الدار قولي قدو فوق ياي ميال فوق بيت الله بل هو ينكو عراري عد كلامها هي وابل يلا سي شوقة فقالت واحد تري عجوز إسلام باتري ومن هنا ضدك سوى عراري كميدا ويحك ورقو أنا هين أتدري ما تقول وروحنا أطفال لسا مقرنسا ملا واد سلنت هاي مغليسا وحنا الله هذا هذه مكدتك وشيكس أزوجك سعيد بن مصيب مسعيد بن مصيب كو قولي ابن وتوين انت اسمك واحد ضدك ومش كان سمو حاسا بل سلكي سورته وحملها لك وخو سو قاد الى البيت غري كو كان بنفسي ما اسقو ودانا كو كان واحد ضدك وشيكسا فهذاك كو نقو وهو اسقو وا سعيد الذي واركي دنا وديدي بها ان انت وخي وديدي على الوليد بن عبد الملك او بقر كدلي بو وديدي والله ذا نكاغن ابادك يا هلكن كو هغاساي ايو اسقو ودا اي كان بقركو انانكي سبا بقركو انانكي سبا بو ديدي مساسا دي مكان لهده مساسا لهده فقلت حن نعم ها وارن بيا كما دبعانا او واتني هلكن جوقته وما هي ذي وها هي ذي وها هي ذي واتن عندي اكتي جوقته تا دونيسو صوتن ما اكو مغليسا وها هوي بو ذي هي واتن عندي اكتي جو في بيتي غوري فديدا واتن غوري جوقته فهل مو كالايا إليها أو كالايا قبرنا وانظروا هايدن كبا كالايا أركين إيغو إندينا كواركا واتني فتوجه أوحا يقول صورة قاقي الجيران ضدكي تشاركها إلى البيت كريبا كصورة قاقين وهم يقولون لا يكادون وما بردوا ضدكو يصدقون أن يرهميستان وما يرهميستان بكر الله فعلى الله حانا يشيكي إن سعيد من نصيب بقى يقولي إن تيسي ويرهميستان الله وراح ضدكي بقى إمار رهميستان بغور كينا كيسي بقى اللودين ورحموا بها قبل دي بيسودوا وين وانا سوحشتها الذي بيوجوه هليالين الذي بيوجوه هليالين وما هو أرنكم ما هين إلا قليل إير إير بالتشوقي حتى جاء ضمي هو يدي باتمد وخطور سيدنا ووركي قالي وهي أبنينا فلما راحت هامرك أرقتي التفت هو يسوي أكتي إلي أنا جاي سوي أكتي وقالت واحد تري وجهي وجهي جايقو من وجهك وجهك حرام الحرام مخية وجهك وجهك وكرا حرام اسم أركي كرو إلا أنت تركها هذا أنت قبل ديجت تجين لي أناك وأنا تجعنت يجي سوقين أناك جعنت يجي سوقين ودعوا حلا ده حسيو حيس كده يو رجلو هم جروحوا يهاي اسم أركي رج أناك جعنت يجي سوقين حتى أصلح حسنا أريت ده أناك أشيو قبل ده أنا صوم ميرو قبل ده أنا هذا صو أروسو هذا أنت قبل ده جعنت يجي سوقين هبينك عاوة تبي سؤالك مين أي قبل هو يديتين ثم أزوفها وان كو أروس يا قبل ده إليك هذا سوونا سمعنا قطما ياي ورتاري يسوريج كما تزفو سيد الله أروسه كرائم النساء تمرك قبت شرفت لها كذا شير يلا ونا يسن صلوا أروسان وأروس يا نان تاسه يسوريج كعنت يسوقلي سيد إبو كل أغلق لي ميسي فقلت وحنا لي أنت وما ترين هذا جاي يو واحد أي كلط هاي
waray ku wareejiyay bal gabadha ka soo taray adigu la tag fadammatha waxa uu ka haysay ilahay xageedii baa uu ka haysay ay ku haysay salaata taayam saddex cishay soo haysay waana igu soo celiyay fuma zafatha ilay way aroostay oo kharashkii wuxuu baa iga bixisay ay iga bixisay faayida haya gabadhi waxay noqotay markii la yeeshay haya gabadhi min abha annisa min abha nisaa almadina tumarkii madiina joogay ta ugu quruxda badan bay noqotay jamaalan xaq quruxda gabadh la dhigta oo la quruxa mabay joogin madiina maalinta wa hafadan nas dadka ilaahay oo dhana qof ugu xafidiga badan bay ahayd li kitaabillaah kitaabka ilaah quraanka iyada ugu xafidsan azza wa jal wa arwaahum iyada ugu warin badnayd oo ugu aqoon badnayd li xadiis rasuulillaah sallallaahu alayhi wasallam xadiis rasuulsa ku ahay wa arafan nisaa'i tumarka oo dhana iyada ugu aqoon badnayd bi xuquuqi zawji xuquuqda iyo xeerka sawjku leeyahay ninka qaba uu leeyahay bal ilaahay wuxuu gacanta ka soo galiyay hadeegad maadaama masaalka ay iska fadhiyo barakadii fama kastu macaha gabadhaasi waa la joogay ayaaman maalmaan wada joognay arooskii kadib laa yazuurunii abuuha aabaheed imuu soo booqan oo waxaadun qofna ima soo booqan oo min ahliha dadkeeda iyo xigtadeeda ka mid ah fuma innii anigu ataytu waxaan imid xalqata sheekhi waxaan imid markii dambe marka maalma la joogay xalqadii sheekhi markuu waa sheekhiisi ayaan xartii iyo xalqadii iyo golihii casharkii cilmiga ayaan soo fadhiistay fi masjid masaakid dhexdiisa fasalamtu calayhi sheekhi baa salaamay farada salaam salaantu buu iga celiyay wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walam yukallimnii ilamu haday intaasuu ku daayay falaman fada markuu kala dareeray almajlisu golihii la fadhiyay markii casharkii dhammaaday ee goluhu kala dareeray inuu labadintiisa qabsaday walam yabqa oo aanu soo harin kayri aniga ma cid kaleba aanay soo harin qaala wuxuu yidhi ma xaalad sawjatika war xaaskii aanu kuu guurinay bal xaaladeeda ka waran ibn abi wadaa faqultu waxaan idhi hiya iyadu calaa maa yuxibu sadiiq waxay ku sugan tahay wax saaxiibku jeclaado oo uu ku farxo oo way ka rahul cadow qofka cadowgiina ka xumaado oo ka naxo gabadha qofka ii saaxiibkii uu ku farxay qofka kalena uu ka naxay cadow faqalu alxamdulillah sheekh waa ilaah baa mahadlay gabadhii haddii dee gabadha wanaagsan noqotay ilaah baa mahadlay falamaa cutu ilaa beyti markaan gurigii dib ugu noqday wajadtu sheekhii baan helayba ayaan ugu tagay guriga waqad wajaha ilaya isagoo ii keenay mablaqan hanti iyo maal wafiiran badan oo minal maali maala oo nastaciinu bihi aan u kaashano calaa xayaatina noloshayada xoolu naga daba keenay diiqa ah oo fara badan oo nolosha baan ku maaraynaba oo aan ku dabaraba noloshayada walaana ajib can lasilati imika su'aalaha daba ka jawaab su'aalihii hore weeyey ee soo mari jirnay ee fahmul mas'uul ku jiray wallaahi alo bisawaab wa billahi tawfiq.